أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية 1,800,000 تأشيرة إلكترونية لحج موسم هذا العام في وقت قياسي. وعملت المملكة العربية السعودية على توظيف التقنيات الرقمية لاستقبال طلبات الحج منذ شهور، كما وظفت هذه التقنيات لتقديم طلبات حجاج الداخل مبكرا قبل بدء الموسم بنحو 6 أشهر. من جانبها أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين جاهزية مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم بتجهيز أكثر من 1,200,000 عبوة لمواكبة الطلب المتزايد ولتوفير ماء زمزم لضيوف الرحمن كافة.